رأي المال الانتشار الواسع والسريع للوباء العالمي كورونا هو كان وما زال الشغل الأكبر للناس حول العالم وبسوريا. طبعا مع تكثيف التوعية للتصدي للفيروس بيبقى كثير من الناس ما بيعطي كثير من الأهمية لخطورة هالفيروس، ونحن عم نشوف هذا الشيء وعم نحاول انه نوعيهم. وحسب الاحصاءات حول العالم انه هذا الفيروس هو ينتشر بسرعة هائلة وعم ترتفع حصيلة الوفيات، وشفنا اكثر من بلد واخرى ايطاليا مثل ما عم نشوفها مواقع التواصل الاجتماعي وحسب الصور يمكن الكثيرة فيها. رح نحكي عن الاجراءات يمكن اللي ابرزها هي انك تبقى بالبيت وتبتعد عن التجمعات. لنحكي اكثر عن هالموضوع معنا الدكتور نعمان زيدان اخصائي بالامراض الهضميه والكبد. يسعد صباحك واهلا وسهلا. صباح النور، الله يعطيكم العافيه. يسعد صباحك دكتور. صباح بالبدايه يمكن محور حديثنا ومحور لقاءاتنا جميعا عبر هالشاشه الصغيره اللي نحن بنتمنى انه كل العالم تتابع الاعلام الوطني يلي يمكن احيانا بغضوا النظر شوي انه يفتحوا التي في ويحضرونا، ولكن نحن مثلنا مثلكم هدفنا الوعي. دكتور، فيروس كورونا هذا الوباء يلي اجتاح العالم دون استثناء، يمكن استثنينا بعض الدول يلي بيكون عندها درجة حرارة معينة، ولكن هو وباء صار صنفها حسب منظمة الصحة العالمية، ولكن انتشار فيروس كورونا الخطير هل هو سببه انه عدم الوعي وعدم اتخاذ الاجراءات بالمنحى الجدي، الاستخفاف باي اجراء كان يعني يصدر عن اي جهه معنيه؟ خلينا نحكي شوي. طبعا صباح الخير ويعطيكم العافيه. بالبدايه بحب اتشكر كل القائمين على هذا البرنامج وعلى القائمين على حمايه هذا البلد والوطن، طبعا من القيادات العليا للساد سيد رئيس الوزراء، للسادة الوزراء، وزير الصحة، مدراء الصحة كذلك، مدراء المشافي. ليش عم بذكر أنا هذا التسلسل الهرمي؟ حقيقة نحن كلياتنا سمعنا عن هذا الداء كورونا وصار البعبع العالمي. حقيقة هو مثل أي فيروس آخر، ولكن اتخذ صفة خاصة فيه هو سرعة انتشاره. نعم. ونسبة الوفيات التي قد تتجاوز أعلى قليلا من الفيروسات الأخرى. نعم. مثل فيروس الجريب العادي أو الجريب الموسمي أو اللصصي. طبعا انتشاره السريع ناتج عن مثل ما ذكرتي حضرتك عدة أمور. في بعض الدول استخفوا بالبداية بهذا الفيروس. اثنين، حضرتك طبيعة الأجواء اللي إجا فيها والموسم اللي إجا فيه تماما مناسب لهجوم هذا الفيروس. ثلاثة، بالبداية فكروا الناس أنه شغلة مزحة، يلا حي مثلا بيطيب 14 يوم وفاة كذا. ولكن عندما لاحظت منظمة الصحة العالمية انتشاره السريع، انتشاره الهائل، ونسبة الوفيات اللي عم ترتفع، نسبة انتشاره وانتقاله من دولة لدولة بالآلاف، يعني مو انه فتحولت. طبعا هلا انتقاله مثلا الفيروس الجريب العادي حضرتك بيمرض الواحد 6 أيام 7 أيام، مثل ما بيقولوا إذا عالجناه 7 أيام وإذا ما عالجناه أسبوع بيمرض عادي كنزلة رشحية، سيلان أنفي، التهاب بسيط بالقصبات، احتمال بسيط، ولو أنه يقتل 30 إلى 40 ألف أمريكي سنويا هذا الجريب العادي. ولكن ما يحدث أنه هنا بفيروس كورونا الجديد هو حقيقة التطوير والانتشار الأسي. شو يعني الأسي؟ يعني واحد بيصيروا اثنين، اثنين بيصيروا أربعة، الأربعة بيصيروا أربعة بأربعة 16 16. إذن السرعة الهائلة بالانتشار. طبعا لما انتبهت منظمة الصحة العالمية لهذه القصة بدأت بالخطوات في بعض الدول متأخرة على الإعلان عن هذا الأمراض والكشف عنه بوجود كيتات خاصين وتحاليل ومسحات، وبعض الدول دغري مباشرة بلشوا بتطوير ودراسة هذا الفيروس والدراسات الإحصائية له وبداية البحث عن لقاح له. بالنسبة لبلدنا الحبيب لاحظنا نحن بقدر أنا طبعا أنا هلأ هي وصلتي من مشفى ابن النفيس. كيف الطريق؟ في ناس للأسف للألم وعجء الطريق، عدم اكتراث. أنا حابب أقول إذا كان الفيروس كورونا هو عدو فواحد فقط، عدو واحد، ولكن الاستهتار واللامبالاة هو عدو أخطر منه. صحيح. العدو الثالث هو الغش. نحن نغش، وبعض لا أريد أن أعمم بس البعض يغش. نعم. بالطعام والشراب والحليب. صح. والماء والأدوية، يغش يستغل هذه الأزمة لكي يصبح غني،
يعني يجني الأموال. لماذا؟ هذا لحاله بحد ذاته هذا عدو. الغش واللامبالاة والاستهتار. نحن يا جماعة نحن ما عم نقول رجاءً رجاءً على الأقل تخفيف الضغط على الإسعاف، المريض أن لا يراجع إلا عندما يكون حقاً مريض. أنا بستغرب إنه مثلاً بالإسعاف بيجي مريض وبيجي معه 6 مرافقين. إذا عندي 10 مرضى صار 60 مرافق. صحيح. بتفوتي حضرتك على قسم أنت ما بتعرفي المريض من المرافق. لهلأ ما كان تجي عنا ثقافة الوعي، ثقافة اللامبالاة هي المنتشرة. ما عم يصدقوا لسه حقيقة، لأنه لسه ما حدا توفى له أب أو أخ أو ابن. بس لما تقع بكرة الطامة الكبرى بعيد الشر، هنا المصيبة، لما سينتشر كالنار بالهشيم. أكيد. بسبب اللامبالاة. فنحن ندعو طبعا من هذا المنبر جميع المواطنين، طبعا تنفيذا لقرارات الحكومة والتنفيذ لقرارات الوقاية. الوقاية دائما، الوقاية درهم وقاية خير من قنطار علاج. صحيح. نحن عم نقول بليز انه خلينا نبدأ بأنفسنا، غسل الأيدي، تعقيم الأيدي، تعقيم المساحات، الطاولات، المرافقة، عدم التكلم كثيرا والإرزاز، لأنه بتعرفوا كل الناس صارت بتعرف كيف ينتقل فيروس كورونا. نعم دكتور، يعني خلينا من وحي هالكلام يمكن الجميل، ومثل ما قلنا انه نحن كثير بنتمنى العالم ما تستهتر بالاجراءات يمكن للتصدي لفيروس كورونا اللي اتخذتها الحكومه السوريه، وتلتزم وتخليها بالبيت وتبعد عن التجمعات. بنتمنى انه هذا الموضوع ما يكون مسحه، حتى بس نقدر فعلا نحمي حالنا وشعبنا اللي عبر سنوات دائما مثل ما بنقول مر باصعب الظروف. في طرق تعقيم وغسيل اليدين، وكثير شفناها عبر يمكن الإعلام الوطني عم نحكي عنها، لكن خلينا ناخذها من أيضا من رأي مختص. شو هي الطريقة لحتى فعلا الواحد كنظافة شخصية يتبعها ويحمي حاله، يعني أقلها أنه عادات اجتماعية بتتغير بوجود هالجائحة العالمية؟ نعم حضرتك، حسب منظمة الصحة العالمية وحسب معايير الجودة لضبط العدوى الانفكشن كنترول بالمشافي وبمؤسسات الحكومية، سنين وأيام صار لهم أكثر من 50-60 سنة منظمة الصحة العالمية تعمل على هذا البرنامج وهو ضبط العدوى. ولذلك إذا بتتذكروا ب 15 أكتوبر في يوم العالمي لغسل الأيدي، أكيد أسخف وأسهل وأسرع طريقة لضبط العدوى هي حقيقة أول شيء غسل اليد بالأيدي بالماء والصابون. الناس بتستخف فيها حقيقة. الدراسات اللي طلعت للست حركات لغسل الأيدي وجدوا أنه بس غسل الأيدي واللي هو أسخف طريقة مخفف نسبة هائلة. اثنين، استخدام المعقمات والمطهرات. طبعا نحن بدنا نميز بين المطهر والمعقم والمنظف. المنظف هو أقلها، ثم بيجي المطهر ثم المعقم، والمعقمات تقسم إلى السريعة والبطيئة. طبعا نحن ما حبقدر أنا أعقم هذا الاستديو مثلا مثل ما بدي أعقم حضرتك غرفة العمليات. غرفة عمليات العصبية والدماغ مو مثل أي غرفة مثلا إسعاف عادية. صحيح. إذن هناك إجراءات خاصة لكل أماكن. نحن الإجراءات المتبعة البسيطة تبعنا هي غسل الأيدي بالماء والصابون، استخدام الجل الكحولي الإيثانول، ممكن استخدام إذا لم تتوفر الماء والكلور قليلا والصابون الغار. يعني ممكن نخترع 100 أسلوب أنه نمسح باب بيتنا، الطاولات. بالنسبة عم بحكي للعائلة. نعم. بالنسبة للمشافي حضرتك، في عنا في كل مشفى ما يسمى لجنة ضبط العدوى وهو فريق ضبط العدوى. نعم. في عنا شركة اسمها شركة تعقيم بتكون متعاقدة مختصة بتعقيم الأماكن والمؤسسات الطبية، مثل مثلا مشافينا الأسد الجامعي، ابن النفيس، المواساة، هدول المشافي الضخمة. صحيح. والباسل، هناك شركات متعاقدة. نعم. ضمن العقد بيكون في برنامج تعقيم غرف العمليات والعنايات والمرافق والإسعاف. نعم. بيكون بإشرافها، يقوم بإشراف على هذه الشركة هو مكتب ضبط الجودة بإشراف مديرية الصحة. نعم. أو مكاتب ضبط الجودة بالوزارة. دكتور، يمكن احنا بدنا نحكي أكثر عن التعقيم، ولكن خلينا نحكي نركز على الأشخاص يلي عم يستخفوا مثل ما حكيت حضرتك بالموضوع. أحياناً عم نشوف أشخاص حاطة كمامة وبتمشي الكمامة وبتعمل سيجارة، بتدخن سيجارة. نعم. بنشوف أشخاص أيضاً بتسعل بالطريق، ممكن أحياناً وتعطس بدون كلينكس. يعني تماما زينب، حتى بنشوف ايضا انه بياكلوا
او مثلا بيدخلوا على الحمام ما بيطلعوا بيغسلوا، بيكتفوا انه هن احيانا مي، لا المي هي ما انا قاتله للجراثيم. كمان خلينا نحط على هدول النقاط الصغيره، التفاصيل الصغيره اللي ممكن نحن توصلنا لنتيجه. هاي النقاط الصغيره اللي حضرتك عم تقوليها تماماً. هي ليست نقاط صغيره، هي نقاط كبيره. نعم. هي حقيقه اساس ضبط العدوى في المجتمع، هي ثقافه مجتمع، هي ثقافه شعوب. انت حضرتك لما بتلاقي من الطبيعي انه بياع جبنه فاتح بسطه على قارعه الطريق وعم يمرق جنب منه باص ويطرش الطين على اللبنات، بعدين يخلط اللبن ويجي المواطن اللي شاف اللبن اتطرش بالطين ويشتريه، انا كمواطن انا بعرف انه هذا هي البسطه غير صحيه، هي انا ما بشتري منه، فهو ما عاد يحط بسطته اساسا غير ورا براد وتكون صحيه ومراقبه. اذا هذه المعايير البسيطه هي ثقافه شعوب، تنظيف الايدي، استخدام الماء والصابون، المطهرات، طريقه السلام، التقبيل اليومي العشوائي بين الزملاء بالعمل، هذا كلياته احنا مراقبينه من زمان بضبط العدوى وحطينا السياسات. هذه ليست امور صغيره، رجاء من كل المشاهدين هذه الأمور السخيفة أو الصغيرة والنقطية هي أساس كل ضبط العدوى. يعني حضرتك إذا جبتي أضخم سيارة في العالم، أضخم سيارة، وحطيتي لها أضخم دواليب، إذا قمتي بس العزاءات تبعاتها السيارة ما حتمشي، بالعكس حتهور وتتشقلب وتخسر السيارة. إذا نبدأ من الأمور الصغيرة، غسل الأيدي، ضبط تخفيف السلام المباشر والتجمع، رجاء إلى كل أخوة المشاهدين تخفيف التجمعات، وخصوصا كل عام أنتم بخير وكل أم بخير. جاي أعياد آمين. الأم هلأ وجاي أعياد قومية ومناسبات وحفلات وتخرجات، رجاء الابتعاد حاليا عن هذه المناسبات. نحتفل بأمنا كل يوم أكيد. نحتفل بأبانا كل يوم، نحتفل بعيد الميلاد بعدين، بس تخف هذه الجائحة طلع قرار. نبدأ بأبسط الأمور، التعقيم اللي حكيتيه حضرتك، الأسطح، الغسيل، الاعتماد قليلا على الشمس. لاحظتي حضرتك مبارح صباحا كان في شمس، بعد الظهر مطر، هذا الانقلاب الجوي الهائل بيفزز كل الفيروسات، غير كورونا، كل الفيروسات التنفسية التي ممكن أن تصيب الجهاز التنفسي العلوي والسفلي، يعني الرئتين والقصبات. أكيد. نعم. نعم دكتور، يعني بهي النصائح اللي قلت لنا عليها، خلينا نقول إنه هي جملة من النصائح التوعوية لحتى الناس تحس بالمسؤولية تجاه يمكن الإجراءات اللي ما اتخذت من ردم نقول عن عبث، إنما هي لحماية المواطنين السوريين من أي فيروس وللتصدي لهذا الفيروس الخطير. بدنا نتشكرك كثير على كل المعلومات اللي أعطيتنا إياها، ونتمنى لك الصحة والعافية. الله يعطيكم العافية. كل الشكر لك دكتور على هذه النصائح، ودائما نحن حرصنا على حالنا، على انفسنا وعلى جميع المواطنين، لانه كل شخص بيبدا من حاله، مثل ما بنقول يمكن نحن نكون حاملين الفيروس، يمكن مده هدول الاسبوعين هي كفيله انه نحن نقدر نعرف حالنا ونكتشف حالنا، منا مضطرين اذا نحن مرضنا انه يمرض غيرنا. كل الشكر لك دكتور. الله يعافي الجميع، شكرا لكم. شكرا.